هندخل ان شاء الله في موضوعنا، هنتكلم عن الويل شوت ان ميثودز. ويل شوت ان ميثودز، طرق غلق البئر. طيب اولا يعني ايه بئر؟ ها مصطفى، البئر ده هو الهول اللي احنا بنحفره سواء عايزين ننتج ان شاء الله بعد كده اويل او جاز او ووتر، اي بئر. طب مثال بسيط عشان نقرب الموضوع، موضوع الطولمبة اللي هي بتتعمل في الريف، نفس القصه. بيجي جروب يبدا يحفر لنا بئر معين عشان نوصل للايه، للميه اللي احنا عايزينها. دي مبدئيا كلمه بئر. طيب البئر ده وانا بحفره ايه اللي ممكن يحصل؟ انا عايز اوصل لتارجت اللي هو الاويل او الجاز او الووتر، ممكن اثناء الحفر يطلع عليا الاويل ده بضغط عالي او الجاز او الووتر. طب انا هعمل ايه في الكيس دي؟ شوت ان. يعني ايه بقى شوت ان؟ غلق البئر. طيب ده الميننج بتاعه، اللي انا عايز اعمل غلق للبئر ده ان كيس في ايه؟ في فلو او حاجه، في فلو او في اويل او جاز او ووتر طالع عليا. طيب اول نقطه عايز اعرفها، خلاص قلنا الميننج، تعريف الشوت ان. طيب النقطه الثانيه، هو مين يا جماعه اللي هيعمل الشوت ان ده؟ طبعا ده اتفضل انجينير، ما يطلع الفلويد من تحت المشكله او يطلع بتروت. سؤال جميل جدا هجاوب عليه بعد النقطه دي، هنعرف بس مين اللي هيقفل وهيقفل ليه. تمام، احنا كده عرفنا الميننج مظبوط. في حد عنده اي كومنت؟ لا. طيب الميننج عايزين نعمل غلق للبير، ليه؟ في فلو احتمال يطلع عليه. طيب مين اللي هيقفل بقى البير ده؟ ها طبعا المسؤول الاول عن الشوت ان في الريج اللي هي البريمه هو الدريلر. هو مين؟ الدريلر الحفار. طيب حد من الموجودين هيقول لي يعني ايه حفار؟ هرد عليه بحاجه بسيطه جدا في الفيديو اللي هنشوفه مع بعض ده. هنشوف الحفار ده فين وبيقعد فين وايه المكان اللي هو موجود فيه. طبعا الفيديو بيبقى اكثر توضيح. تمام، ده رج اهو شغال، والشخص اللي احنا شايفينه ده هو الايه؟ الدريلر اللي بيقوم بالايه؟ بالكنترول وبالاوبريشن على البير، هو اللي بيحفر البير وهو اللي بيعمل كل الاوبريشن المطلوبه عشان اوصل لهذا. تمام، ده الدريلر اللي بيعمل لي عمليه الشوت ان. طيب حد خد باله اللي في حد موجود جنبه؟ ده بنسميه عندنا اسيستنت دريلر. طب ده دوره ايه؟ ان كيس الدريلر عايز حاجه معينه في الاوبريشن وكده ما ينفعش يسيب مكانه، فمين اللي بيقوم بالنقطه ديت؟ الاسيستنت دريلر. كده عرفنا النقطه الثانيه اللي هو مين اللي هيقوم بالشوت ان. طيب النقطه الثالثه اللي كان بيسال لي عليها الباشمهندس اللي هي واي، ليه بعمل شوت ان يا جماعه؟ طب ما انا اسيب الفلو يطلع لي، مش ده زيت؟ طب ما يطلع لي على السيرفس، مش ده جاز يطلع لي ووتر استخدمها؟ ليه؟ ان كنترولد اند ان وونتد، يعني مش مرغوب فيها ومش تحت الكنترول. طب ايه اللي ممكن يحصل لو الحاجات دي طلعت على السيرفس؟ في سببين، السبب الاولاني ان الفلو اللي طالع عندك بيبقى طالب بريشر عالي جدا. تمام، فلو ايه اللي ممكن يعمله لو طلع لو قوي؟ تمام، نشوف كده فيديو يوضح لي ايه اللي ممكن يحصل لو الحاجه دي طلعت على السيرفس بضغط عالي ان كنترولد، انا مش ايه؟ مش متحكم فيه. نشوف كده الفيديو ده بسرعه ونعلق عليه برضه بعدين. دي رج يا جماعه وحصل فيها كيس ان الاويل طلع على الناس وما عرفوش يعملوا ايه؟ كنترول. فهنشوف ايه اللي ممكن يحصل معانا.
ده اللي احنا خايفين منه. طبعا انكنترول، ما تقدرش تتحكم في السلولة. هل ممكن يحصل حاجه تاني بعد ما حصل ده؟ طبعا كل الحاجات اللي في البيت طلعت بضغط عالي جدا. ايه اللي ممكن يحصل تاني؟ هنشوف مع بعض. نتابع كده. طبعا الكيس دلوقتي الرجل كله ايفاكيويشن ما عدا سوبرفايزر بيرسون. بدأ يدير يحصل له في الكيس دي. طبعا كل السوبرفايزر هيبدأوا كمان يبعدوا عن الاريالين لان خلاص مفيش كنترول دلوقتي. طبعا في هاي تكنولوجي اقدر انا اعمل عليه كنترول بس ده مش موضوعنا دلوقتي، ممكن يبقى سيشن تاني ان شاء الله. طيب انا طبعا هكتفي بس لحد كده. هسأل سؤال، هاو تو كنترول ان الكيس دي ما تحصلش؟ ها باشمهندس امين. ان انا اكون عامل استدي لايه اسباب الكنترول، الحاجات اللي ممكن اعمل بيها كنترول، ويكون عندي حاجه مع حاجه ستاند باي، ويكون في مونيتورنج وتيست كلام جميل جدا. يعني نعمل ريسك مانجمنت بحيث يبقى في تول معينه الدريلر اللي احنا قلنا عليه يستخدمها عشان يعمل ايه؟ شوت ان. طب حد يعرف الاكويبمنت دي اسمها ايه؟ شونس مصطفى. في هنا حاجه هنستعملها اللي هي بي او بي. ايه البي او بي؟ ده البلو اوت بريفنتر، مانع الانفجار عشان يمنع حدوث الايه؟ الكيس دي. طبعا امنيه ممكن تقول لي يعني ايه بي او بي؟ بيقفل ازاي؟ اقول لها بص معايا على الفيديو البسيط ده هيبين لك يعني ايه بي او بي. ده البي او بي اللي قدامنا يا جماعه، شايفين شكله عامل ازاي؟ ده بيتحط على البير وبيركب قبل ما احفر البير. اول جزء فيه اللي هو ده، اللي هو الجزء ده، ده بنسميه ايه؟ بايبرام. بص بيقفل على البايب ازاي. تمام؟ اي حاجه طالعه ممكن اقفل انا على الايه؟ على البايب. طيب هل في نوع تاني؟ ممكن ما يبقاش في بايب في البير. زي الكيس دي، ده بنسميه بلايند ايه؟ رام، بيقفل على البير وهو فاضي. مفيش بايب وحصل فلو، فهو ده بنسميه بلايند ايه؟ بلايند رام. طب في حاجة تالتة؟ لو في بايب بقى وفي فلو عالي، أعمل إيه؟ زي الكيس اللي شفناه من شوية، الحريق بتاع البريمة. ده يدخل. بنسميه بلايند شير رامز. بنسميه إيه؟ بلايند شير رامز. دي بعض الحاجات الموجودة في البي أو بي. كل يونت معينة بيبقى ليها استخدام إيه؟ معين. ده البي او بي ان الحفار بيشغله بحيث يعمل شوت ان للايه؟ للبير، ما يطلعش عليا اي فلو. ان كيس طلع فلو وفي بايب نو بروبلم، هقفل البايب رام والبايب موجوده. ان كيس في فلو ومفيش اي بايب في الهول نو بروبلم، هقفل الايه؟ البلايند رام. ان كيس في فلو وبلو اوت، ده انفجار ارواح ناس، اعمل ايه؟ شيرينج. قص. طيب مين اللي بيقوم بالرول ده يا مصطفى؟ القص. الريج مانجر. ده مدير الريج خلاص. مفيش أي كنترول تاني، لازم أعمل شيرنج للبايب أوقف الفلو تحت. يبقى أنا كده عملت كنترول على البير؟ عملت كنترول، هعمل إيه بعد كده؟ يبدأ بقى السوبر فيجن. طيب إحنا قلنا حد فاهم حاجة في اللي فات؟ تمام؟ في أي نقطة ويك أو حاجة؟ طيب هوزع عليكم بس بسرعه كده حاجه زي مايند ماب. مصطفى اشتغل ده بتبين لك بس احنا قلنا ايه حتى الان. دي طبعا يعني ممكن تكون اوضح عن الايه؟ الوايت، عن الوايت بورد. وهنبدا ندخل بقى على نقطه جديده اللي هي الباوربوينت بتاعتنا، وازاي الحفار بيعمل ايه؟ شوت ان. ازاي الحفار بيعمل شوت ان؟ تمام يا جماعه؟ خطوات بقى نفسها اللي هو المين توبيك بتاعنا.
طبعا دي الشوت ان بروسيدجرز. الحفار بقى بيعمل ايه؟ اولا الشوت ان دي نوعين، نوع بنسميه سوفت شوت ان، والنوع الثاني بنسميه ايه؟ هارد شوت ان. طيب من اسمهم كده هل في فرق يا مصطفى؟ طبعا اللي هو التايم اللي بياخده بيعتمد على نوع الطبقه اللي احنا اللي طالع منها الغاز. تمام كويس جدا. سوفت شوت ان ده نوع والهارد شوت ان ده نوع. مين اللي بيحدده؟ ده الاونر، المالك بتاع الايه؟ الارض اللي انا بحفر فيها بير البترول. بيحددوا على اساس ايه؟ احنا بنحفر طبقات في الارض، كل طبقه ليها هاردنس معينه، فديبند اون الفورميشن سترينث قوه الطبقه بنبدا احنا نحدد الشوت ان ميثودز. ان كيس ويك فورميشن ممكن اخد ايه؟ ها سوفت شوت ان. يا ريت يا جماعه نتعاون مع بعض شويه. ها نزور ان كيس سوفت فورميشن باخد ايه؟ سوفت. الويك فورميشن باخد السوفت. طيب لو السترونج فورميشن باخد هارد شوت ان. يبقى اللي بنحدده الاونر بوليسي ديبند اون الفورميشن ستريت. طيب نقطه ثانيه اللي هي ايه الفرق بقى بين السوفت وبين الهارد كاكويبمنت؟ كاكويبمنت احنا الاول في السوفت شوت ان في تجهيزات. ان كيس الفالف اللي على البي او بي الاتش سي ار كلوزد والريموت تشوب كلوزد ده بنسميه هارد شوت ان. طيب لو سوفت شوت ان يبقى الاتش سي ار كلوزد الفالف اللي على البي او بي ده والريموت تشوك بتاعنا بيبقى اوبن، فده في اللاين اب. طيب الخطوات لو انا سي مصطفى سوفت شوت ان ممكن نقفل ازاي كحفار بقى كدريلر؟ اول حاجه بيكم بالسترينج. ايوه بنرفع البايب نفسها لاعلى. ها دي رقم واحد. ستوب ذا بامب. ستوب بامب، وقف البامب اللي هي المضخه، وقف المضخه بحيث ما ينفعش اقفل وفي مضخه شغاله تعمل لي بريشر عالي. رقم ثلاثة افتح الايه الاتش سي ار. أربعة اقفل الايه البي او بي اللي احنا شفناه مع بعض في الفيديو. بعد كده بعمل ايه؟ بقفل التشوك لانه اوبن، ببلغ السوبرفايزر بتاعي عشان يجي ياخد الداتا ونشوف هنعمل ايه في الكيس دي. اتفضل. يعني اصل اتهمت انه انت تضيق على البئر شوي شوي الى ان تغلق. هذه من الاخير. برافو عليك جود جوب. ها حسين لو هارد شوت ان هقفل ازاي؟ لو هارد شوت ان رقم واحد بتعمل السبيس اوت بتاعك. يعني ايه سبيس اوت يا جماعه؟ سبيس اوت اللي هو بيرفع البايب بحيث اقفل على البادي بتاعها، لان كل بايب عباره عن ايه؟ عن جزئين. ازاي؟ ادي البايب اهو عامله كده، في بايب ثانيه بتيجي تدخل ايه؟ جواها، فده جزء ليه سايز وده ليه سايز. سي مثلا ده 5 انش، التول جوينت ديت ممكن تبقى 6 و5 8 انش، فطبعا انا لازم اقفل بالبي او بي على الايه؟ 5 انش البادي ده. تمام؟ طيب كمل يا حسين. رقم 2 هتوقف الار بي ام بتاعك. اوقف المضخه والدوران اللي شغال. تمام؟ اقفل البي او بي. جود جوب. افتح الاتش سي ار. ايوه. ريكورد البريشر بتاعك. تمام. يبقى ايه الديفرنت بقى بين السوفت وبين الهارد؟ في السوفت انا بفتح الاول للفلول اللي طالع، اما في الهارد بقفل مباشره. طبعا هنا ستوب للفلو. طيب سي حاجه طالعه لك بقوه يا باشمهندس امين وانت عملت كده، ايه اللي هيحصل لايدك؟ عملت لك كده يحصل تشوك صدمه. ممكن اعمل ايه للفورميشن؟ فراكتشر للفورميشن، ممكن اكسر الطبقه. فده طبعا بنبقى محددينه من الاول قوه الطبقه قد ايه بحيث اختار السوفت او الهارد. ها في اي كومنت في دي؟ طيب ده ان كيس يا جماعه اللي انا كنت بحفر. طيب ان كيس انا طالع بالبايب مثلا هعدي دي ارجع لها تاني. لو انا مثلا طالع بالبايب كويس؟ طالع بالبايب وفي تريب هقفل ازاي؟ ها نزور. في تريب سو سبيس اوت فيرست. مظبوط نفس القصه قلنا ليه السبيس اوت؟ يعني بطلع بحيث اقفل على ايه؟ على البادج. تمام. استابن سيفتي فالف. تمام. ايه السيفتي فالف؟ ده عباره عن فالف بيركب على البايب دي بحيث يوقف لي اي فلو منين؟ من جوه. ما هو البير كده والبايب في النص، مظبوط؟ فانا بقفل حوالين البايب، طب ما ممكن يطلع لي الفلو منين؟ من الانسايد، يبقى لازم احط حاجه فين؟ انسايد هنا واقفل الحاله دي. ده بنسميه ايه؟ سيفتي فالف. هسميها من ايه؟ سيفتي فالف. ها؟ سيفتي فالف يعني فالف تامين. ماشي يا باشمهندس امين معايا؟ طيب بعد كده بقى بناخد نفس الخطوات. لو انا سوفت شوت ان بفتح الاول
وبعد كده بقفل، ببلغ بعد كده السوبرفايزر. لو انا هارد شوت ان بقفل مباشره وبعدين ايه بفتح ابلغ السوبرفايزر. مين اللي بيبلغ يا جماعه؟ فاكرين قلنا مين المسؤول ومين اللي بيبلغ؟ الدريلر هو الحفار اللي بيقوم بالايه، بالرول ده كله. تمام. طيب معنى كده عارف ان انا من الاول ببقى عارف اني بروسيدور همشي فيها. طبعا يعني هو خالص برافو عليك، مجهز كل التولز وكل ما هي محتاجاه. ممتاز اكسلنت. طبعا الحاجات دي بتبقى متفق عليها قبل بدايه حفر البير. في حاجه بنسميها دريلينج بروجرام، برنامج حفر الايه؟ البير. ده بيتسلم لمين؟ للشركه اللي هتحفر والشركه صاحبه الايه؟ الارض. ده بيتسلم ليهم وبنمشي على الايه؟ البروجرام ده، وعارفين هنجهز ايه بعد كده. طيب هرجع بقى للنقطه اللي انا سبتها اللي هي الهارد شوت ان بروسيدورز والايه؟ والسوفت شوت ان. طبعا دي بتمثل لك بس الخطوات اللي انت هتقوم بيها. يعني احنا زي ما قلنا بنقفل الاول، لو انا مثلا سوفت بفتح الاول بعد كده ايه؟ بقفل. نفس القصه في الهارد شوت ان، بعمل ايه في الهارد شوت ان؟ بقفل وبعدين بفتح، بحيث اودي الفلو بتاعي في اتجاه معين واقدر اعمل عليه ايه؟ الكنترول بتاعي. طيب نقطه كمان هنتكلم عنها اللي هي لوانا في توب هول. يعني ايه توب هول؟ سيادتك لما بتيجي بتحفر البير في مرحلتين عندنا او ثلاث مراحل. اول مرحله لحفر البير بنسميها الايه؟ توب هول او السيرفس هول. المرحله ديت ليها سبيشال كيس. ليه؟ انا توب هول زي مثلا ادي الطبقات بتاعتي، تخيل معايا اللي دي الايه؟ الطبقات. البريمه فين؟ موجوده هنا، مظبوط؟ على ما اوصل مثلا لاول طبقتين ثلاثه الطبقات دي ما فيهاش الا الرج البريمه، فبتبقى الطبقه ايه؟ ها؟ ضعيف ويك، مفيش اي اوفر بيردن عليها. طيب خلصت انا شويه دول، هل لو انا جيت اقفل بالبيو بي وانا بحفر الطبقات الخفيفه دي وعملت صدمه على الطبقات ايه اللي ممكن يحصل؟ يحصل لها فراكشر. نفس القصه لو انا جبت مثلا حاجه زي كده تمام وحطيت فيها ميه ايه اللي هيحصل؟ ممكن تفتح معايا. طب لو جبت بلاستيك؟ لا، هيتحمل الايه؟ الميه دي. ففي بدايه حفر البير بيبقى فيه خطوات معينه لغلق البير. حد يعرفها يا جماعه؟ ايوه اتفضل يا باشمهندس. اول حاجه لما بيكون مركب عندنا حاجه اسمها الدايفرتر غير البي او بي. برافو عليك، شكرا. في بدايه حفر البير بنركب تول ثانيه اسمها دايفرتر، هو زي البي او بي بالظبط بس باخد منه كومبوننت ايه؟ كومبوننت واحد يكفي. جالي اي فلو سواء ووتر جاز او شالو ووتر شالو ووتر او شالو جاز، في الكيس ديت بعمل ايه؟ ما بقفلش بقى، لا بفتح بوجه الايه؟ الفلو ده لمكان بعيد عن الايه؟ الرنج. تمام؟ فدي الديفرنت الوحيد. طيب هوزع عليكم بس بعض الاسئله البسيطه، هتبين لي بس الموضوع ضم ولا لسه. هنحاول كده نحل فيها، ماشي؟ تعالوا نيجي اتفضلوا. نشوف كده بس 2 مينتس الموضوع وصل ولا نتكلم تاني؟ هنجاوب مع بعض ولا كل واحد؟ لا 3 مينتس كده او 2 مينتس بسرعه وبعد كده نشوف لو في ديسكشن مع بعض. طيب يا جماعه عشان بس التايم بتاعنا هنعمل بس كونكلوجن سريع ونسيب الحاجات ديت هوم ورك، وبكره ان شاء الله نعمل عليها تشيك او لو في اي بروبلم ممكن بعد الكلاس ايه نشوفها مع بعض. احنا اتكلمنا بمنتهى البساطه عن الشوت ان ميثودز، اتكلمنا مين اللي بيعمل شوت ان، اتكلمنا بيعمل شوت ان بايه، اتكلمنا بيعمل شوت ان ازاي، وليه انا بعمل شوت ان عشان افويد اي فلو او اي حاجه اللي هي تطلع لي. وبالتالي انا عملت سيف للكرو بتاعي اللي هم البيبول اللي هم اساسنا اساسا غير البير او كده، بعد كده عملت سيف للاكويبمنت وسيف للانفايرمنت اللي احنا عايشين فيها. بشكركم وبتمنى لكم التوفيق في حياتكم العمليه والعلميه والمعنويه. شكرا.